يمكن انا واشرف واحنا بنتكلم في المقدمه قلنا انه النهارده هي ذكرى رحيل الفنان يونس شلبي. هو توفي يوم 12 نوفمبر، وطبعا لما بتيجي سيره فنان جميل زي ده بتظهر على طول كل الافيهات اللي هو كان بيقولها على طول بنسمعها في ودن. بنشوف العيال كبرت، ولما بنشوف مدرسه المشاغبين، ولما بنشوف افلام حتى زي ريا وسكينه. يونس شلبي كان عامل حاله مختلفه بطيبته اللي ظاهره جدا على الشاشه، بادائه السهل الممتنع اللي بيخلينا على طول اول ما بيظهر بنضحك بنبتسم. حتى المواقف اللي المفروض تبقى فيها دراما او تراجيديا عاليه بنلاقي نفسنا برضو بنضحك بخفة ظله الجميلة. عشان نتكلم أكتر عن الفنان يونس شلبي، يسعد أن يكون مشرفني النهاردة في الاستوديو الناقد الفني أستاذ أحمد سعد الدين. برحب بك يا فندم، نهارك سعيد. نهارك زي الفل. طبعا يمكن قبل الفاصل وأنا برغي معاك قلت لي أن أنت كنت من أوائل الناس من 9 سنين اللي عرفوا بوفاة الفنان الراحل يونس شلبي، لأنه هو لما توفي الصبح على طول تم نقله إلى المنصورة. هو أصلا من المنصورة، وبعدين كان تعبان كده في الفترة الأخيرة في مستشفى المقاولين العرب. الحقيقة يعني يونس كان بعيد شوية عن الأضواء في آخر فترة في حياته، زي حل العديد من الفنانين الكوميديين بالظبط. لكن لما توفى يمكن عرفنا ساعتها الخبر، رحت بسرعة يا جماعة طب استنوا في ناس هتيجي، قالوا لا احنا فلاحين ويهمنا يعني اهم حاجة اكرام الميت دفنه، واحنا لسه قدامنا سفر على الاقل 2 ساعة. على هذا الاساس كان كل اللي حاضر في المستشفى ما يجيش 10 افراد. لكن بعد كده بقى الدنيا اختلفت، وعنصر السرعة هو اللي ما خلاش حد كتير يبقى موجود، لان الفرق ما بين ساعة الوفاة ونقله ما جابش 3 ساعات. فدي كانت حاجة. انت كنت قريب منه في الفترة الأخيرة، زرته كتير، كلمت معاه؟ لا أنا زرته الحقيقة مرة واحدة. كان سمحوا لنا بالزيارة لأنه كان في شبه غيبوبة، أو كان في غيبوبة كاملة في فترة من فترات، وسمحوا لنا مرة بالزيارة. وكان في موجودة الفنانة المعتزلة، كانت أول مرة تظهر، جيهان نصر، كانت موجودة في الوقت ده. يمكن اليوم ده اللي انا زرته فيه، لكن اكتر من كده يعني ما اقدرش اقول ان انا كنت قريب منه. لكن هو كفنان انا من اشد المعجبين بيه ككاركتر. يعني مجرد ان صورته ظاهرة معانا دلوقتي على الشاشه ما ينفعش ان انت تشوف شكله وما يعني تبتسم، لازم تبتسم. هو يونس الله يرحمه كان شخصيه غريبه جدا في مراحل صعوده. يعني هو جه من المنصوره دخل معهد الفنون المسرحيه، كان اساتذته مين؟ كرم مطاوع، سعد قردش، طبعا ربنا يديله الصحه، عمالقه المسرح يعني. جلال الشرقاوي طبعا، استاذ مدبولي، الناس الكبيره. فجه كان استاذه الاصلي اللي اختاره قبل المشاغبين. الناس تعرف يونس في المشاغبين. قبل المشاغبين كان في روايه تانية كان اسمها الغول، كانت اخراج استاذ نبيل الالفي، فاختار يونس لان يونس تكوينه الجسماني كان غريب بالنسبه له، بالنسبه لنبيل الالفي. من هنا عمل دور، المسرحيه دي ما اتصورتش، ما حدش يسمع عنها غير يعني تناقل المعلومات فقط. فلكن عمل دور كويس جدا. جه بعدها استاذ جلال الشرقاوي واستاذ علي سالم الله يرحمه بيحضروا للمشاغبين. المشاغبين الحاجه الغريبه ان الابطال بتوعها كأسامي في الترتيب كان أستاذ عبد المنعم مدبولي الأول، ويليه مكان مين أستاذ عبد المنعم؟ حسن مصطفى. مكان ده هي اتصورت بس بحسن مصطفى. أوكي. لكن طول المدة كان عبد المنعم مدبولي، وطبعا سهير البابلي، ثم عادل إمام، لحد ما وصلنا ليونس شلبي. يونس شلبي الشكل بتاعه شكل كاركتر، والدور كان دور يعني ايه الانسان ما بيجمعش ومش عارف ايه والحاجات دي. لما اتسال في يوم انت جبت الشخصيه دي منين؟ قال وانا في المدرسه في المنصوره، لان هو من المنصوره اساسا، وانا رايح المدرسه، نازل من البيت رايح المدرسه كل يوم الصبح كان في زمايله بيمشوا معايا يعني. يقول لك كانوا فاطرين فول على الصبح،
تيجي تتكلم معاهم في حاجه ساعه ما يدخلوا الفصل ينسوا كل اللي احنا قلناه قبل ما نطلع. لا والحقيقه ان الكاركتر اللي هو عملها ديت هي كاركتر موجوده في كل فصل دايما في الشخص اللي مش مجمع او مش فاهم ايه اللي مركز. بيحصل مش مركز اساسا، هو يعني بيبقى قاعد معاكي وعقله في مكان تاني، لكن هو برع تماما في هذا الدور. ساعده على كده ان الدور ما كانش مكتوب بهذا الشكل، الدور كان مكتوب اقل من كده، لكن الاستاذ مدبولي كان عنده شعور بالاستاذيه اللي هو انا الكبير لكن بديك مساحه واديك مساحه تتكلمي فيها. من هنا ادى مساحات اكتر سواء ليونس او عادل امام او حتى احمد زكي. احمد زكي كان دوره في الاول ولا حاجه، كبر شويه في اثناء العرض. لما اتذاعت نجح المجموعه كلها نجحت مره واحده. لما نجحت خلاص حصلت انطلاقه. يمكن بعدها مسرحيا عملوا العيال كبرت وعادل امام عمل وبدا ما شافش حاجه، لكن دي قاعده انطلاق للنجوميه. طيب طبعا احنا عاملين بنتكلم على الجزء ده من المسرحيه، احنا معانا جزء هنعرضه دلوقتي على الشاشه علشان نرجع تاني ونكمل كلامنا عن يونس شلبي. يمكن احنا عمالين رجعنا دلوقتي على عمالين بنتفرج على المشهد، كنا بنتكلم برضو على مسلسل كان طالع فيه برضو بدور دكتور. كان دكتور، ده كان دكتور مش دكتور، ده دكاتره، سالم ناصف ابو الفضل. كان حاجه يعني علامه من من الموجودين. لا هو الحقيقه هو ممثل كوميديان من الطراز الاول، اعتمد على كل ادواته سواء في الاداء سواء الشكل الجسماني، لدرجه ان انت لما بتشوفي يونس شلبي وهو ما بيتكلمش واقف بتضحكي. لما كان يجي على البحر ويلبس مايو وهو بكرش والدنيا والحكايه، لا ده حتى لحد دلوقتي لما بتشوفي حد كده بتقولي ده يونس شلبي. يعني برغم 9 سنين على رحيله الا ان موجود ليه، لانه تارك بصمه. الكاركتر بتاعته حاضره. الكاركتر يعني سايب بصمه مهمه. بسبب ان هو كان صادق جدا في كل كاركتر وبيحاول يطلعها بالصدق دوت، فعشان كده اي شخص بيعمل اي حاجه تضحك شويه بنربطها بيونس شلبي. لان يونس كان مخلص لعمله، وفي نفس الوقت لما كان يعمل شخصيه كنت تحس ان الشخصيه قريبه منك. شفتي الشخصيه دي في الشارع، شفتيها وانت راكبه اتوبيس وانت راكبه مترو وانت بتكلمي مع حد، كان بهذا الشكل هو قريب جدا من الناس. ده بسبب نشأته، انه برضو كان من اصول ريفيه وبرضو الناس في الريف بيبقوا متقاربين اكتر، فبيعرف يدرسهم، او مش عايزه اقول يدرسهم ولكن بيعرف يمتصهم بشكل بالتاكيد أعمق. ده عنصر ان هو ريفي واخد امتص كل الشخصيات اللي حواليه، وبعد كده ابتدى يخرجها على الدراما او السينما او حتى المسرح. لكن يونس من الحاجات الغريبه هو اهتم او مش اهتم، تعمد ان تفضل لهجته اللهجه الريفيه من اول ما ابتدى الى النهاية. لغايه النهايه صح. وده كان كاركتر مختلف ظهرت قوي بعد ما العيال كبرت. كان شارك طبعا، شارك في بعض الافلام منها شفيقه ومتولي ومنها بس غيره. دي نقطه مهمه جدا ان هو عمل اكثر من 77 فيلم في تاريخ السينما المصريه، وعلى الرغم من كده البطولات بتاعته كانت قليلة، يمكن تتحط بس على صبع، يعني زي مثلا ريا وسكينة. يعني أنا حتى مش قادرة أفتكر الأفلام والعسكري اللي هو شبراوي والعسكري شبراوي. لا هو الحقيقة لما هتلاقي المشوار بتاع يونس شلبي، انطلاقة يونس شلبي ككوميديان، لكن في نفس الوقت كان الفيلم بيتباع باسم ممثل آخر. يعني شوفي في افلام كتيره جدا تلاقي الفيلم يتباع باسم احمد زكي، لكن يونس شلبي هو البسمه الدور التاني الموجوده. وده كان يفكرنا مثلا بالفنان العظيم محمود المليجي. كان فنان عظيم لكن الفيلم هو بياخد الدور التاني.
مش الدور الاول. بس الوضع بتاع الـ يعني انا مستغربه شويه ان هو ما خدش بطولات مطلقه، لان المفروض في حال السينما بنلاقي ايه، انه ده كوميديان ده اكيد هياخد بطوله، ونجوم كتير جدا بدون ذكر اسماء عملوا كده، كانت بدايتهم كوميديه وكانوا بيشتغلوا تبع شخص نجم اخر هو اللي بيبيع باسم الفيلم، ولكن دور بيبقى موجود وبعد كده خدوا ادوار مطلقه. ليه يونس شلبي ما عرفش يعمل الترانزيشن دي او النقله دي؟ لان تركيزه الاساسي ما كانش على البطوله المطلقه في السينما، كان تركيزه على البطوله المطلقه في المسرح وحققها. لكن في السينما كان في الوقت ده ظهر ما كان يسمى ب الفيديو كاسيت، الفيديو تيب، افلام المقاولات، وبعد كده افلام المقاولات اللي هي كانت بتتاخد من هنا، ممكن ما تعرضش في دور العرض ولكن كانت بتسافر على طول على الدول العربيه. في الافلام دي كانت التكلفه بتاعتها قليله. على هذا الاساس كنت بتلاقي نجمين لكن مش نجوم صف اول. كان يونس واحد من هؤلاء، وكان بيعمل افلام كوميدية كبيرة بس ما اقدرش اقول ان هي جيدة الصنع بشكل كبير. لكن لو نرجع لنهاية السبعينيات، يونس اشترك في مسلسل واحد من اعظم مسلسلاته لحد النهاردة لسه فاكرينه بطريقة لهجة يونس شلبي. المسلسل ده كان اسمه عيون. طبعا. كان بطولة مين بقى؟ كان بطولة الله يرحمهم كلهم، استاذ فؤاد المهندس، استاذة سناء جميل، يونس شلبي، شيرين، واللي هو حيرم. لدرجة ان براعة يونس في الدور، في ناس ما تعرفش اسم المسلسل تقول حيرم. حيرم. ليه؟ لان براعة يونس في الدور حتى بلهجته الريفية العفوية، الطريقة اللي هو بيتكلم بيها، المواقف الكوميدية كانت جميلة جدا جدا. نسب هذا المسلسل الى يونس شلبي برغم وجود فؤاد المهندس كأستاذ، رغم وجود سناء جميل معاه، طبعا شيرين معاه، المنتصر بالله مع مجموعه. بص بقى نجوم زمن الفن الجميل، ان رغم ان هم اصلا اساتذه في الكوميديا، لما ينجح شخص منهم بينسب هذا النجاح برضه ليهم، مفيش النفسنه بتاعت، لان هم عندهم عنصر مساعد. بالظبط، هم بيحبوا يساعدوا بعض. الناقد احمد سعد الدين، انت دايما بتنورني بتحاليلك الفنيه الجميله، بشكرك جدا وبتمنى لك نهار سعيد ان شاء الله. نهارك زي الفل. هنطلع لفاصل ونرجع تاني.